مشاهدينا اخترنا لكم هذا الموضوع ننهي فيه آخر الأسبوع، حيث قبع جدار برلين ومن دون مقدمات تحول فجأة إلى ساحة صراع بين مصور ألماني التقط صورا عديدة من داخل سوريا وقرر طباعتها ولصقها على الجدار التاريخي، مما أزعج بعض الموالين للنظام والذين حاولوا بدورهم الإساءة للثورة السورية. تفاصيل ما جرى نتابعها مع مراسلنا ماكسيم العيسى. حرب على الجدار، مشروع أعده مصور ألماني كان في رحلة شاقة إلى سوريا، حيث التقط صورا كثيرة وقرر لصقها على جدار برلين التاريخي على نفقته الخاصة وبمساعدة مطبعة صديق له، لتقرر مؤسسة هانريش بول ومن بعدها وزارة الاقتصاد والعمل تمويل مشروعه بتكلفة لا تقل عن 70,000 يورو. صور مأساة السوريين وحجم الدمار الذي حل بسوريا لصقت على جدار برلين التاريخي الذي كان يفصل بين شرقها وغربها حتى قبل 25 عاما، في إشارة إلى أن جدار مآسي الألمان يحمل اليوم آلام السوريين. يأتي إلى هنا الكثير من الناس دون أن يحتاجوا شيئا، فهم ليسوا هنا في متحف أو مؤسسة سياسية أو معرض، هذا المكان لكل شخص وهو مجاني، الناس تزوره يوميا ويمكن أن يعود الزائر بذاكرته ويعكس الحالة على ما سبق، فلهذا المكان معنى كبير. كثيرون من تأثروا بهذه الصور وأعادت بهم ذاكرتهم إلى الحروب في ألمانيا، إلا أن هناك من لم يحتملها. موالون لنظام الأسد كتبوا عبارات مؤيدة له على الصور، لينضم إليهم يمينيون متطرفون بعبارات مسيئة للاجئين. بعض الأشخاص لا يريدون هذا الأثر أن يكبر وأن يعظم، فبالتالي أصبحوا يكتبون بعض العبارات التي تؤيد بشار الأسد وتؤيد نظامه المجرم. طبعا هم موجودون في كل مكان، يحاولون دائما تغطية نور الشمس، نور الحق السوري اللي كثير أشخاص عم يحاولوا يظهروه. هذا المشروع الذي يحكي قصص وأوجاع السوريين هو الأضخم من نوعه في ألمانيا، ويعتبره الكثير من السوريين جزءا من آلاف الصور التي تحكي يومياتهم. يوما ما كان هذا الجدار سببا لمعاناة الشعب الألماني، وها هو اليوم يحمل معاناة الآخرين، ألا وهي بانوراما المأساة السورية. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. مباشرة إلى ألمانيا ينضم إلينا عبر سكايب من هناك خالد العبود الصحفي السوري. خالد، أهلا بك معنا في آخر الأسبوع، أنت متابع لهذه القضية ولما جرى تحديدا على يعني جدار برلين ومحاولة تشويه هذا العمل الإنساني عبر نشر صور عن المعاناة السورية على هذا الجدار التاريخي، كيف كانت ردود الفعل وما الذي جرى بهذه القضية؟ كعادة دائما، كعادة شبيحة النظام إذا صح التعبير، كعادة شبيحة النظام في كل مكان، هم يحاولون دائما إخفاء الحقيقة، حقيقة ما يجري في سوريا وحقيقة نظامهم المجرم في سوريا، فيحاولون دائما تشويه سمعة السوريين أو تشويه سمعة العمل الذي يظهر حقيقة ما يجري في سوريا. مثلا في أول زيارة لي إلى جدار برلين، إلى معرض War and Wall، كنت وجدت أحد العبارات مكتوب أسد is best، يعني الأسد هو الأفضل. ووجدت أيضا هناك أيضا صورة لأحد الجرحى السوريين من مخيم الزعتري واضعا خلفه علم الثورة السورية، لكن هناك من لم يعجبه هذا المنظر فقام بطلاء هذا العلم بالأسود. طب السلطات الألمانية خالد كيف تعاملت مع الموضوع؟ هي تتعامل مع الموضوع من باب حرية التعبير، لا تتعامل مع الموضوع من باب آخر، هي تتعامل مع الموضوع لكن يعني هم دائما هم خفافيش، يعني يأتون في الليل، يعني لا أحد يعرفهم من هم، فبالتالي لا تستطيع أن تتعاملي مع شيء مجهول قانونيا،
يجب أن يكون هناك أدلة واضحة بين يديك كأشخاص، كأسماء أشخاص أو كأسماء مجموعات حتى تتعاملي مع الموضوع. أما أن تتعاملي مع شيء مجهول يأتي يبخ بالدهان الأسود ويذهب، لا تستطيع التعامل معه قانونيا. نعم طبعا، يعني نتمنى أن تستمر هذه الجهود لطبعا يعني إلقاء الضوء على المعاناة السورية، وخاصة ما فعله الصحفي الألماني، وأنتم كصحفيين أيضا متواجدين في ألمانيا. أنا أشكرك على هذه المداخلة والتوضيحات عن هذا الموضوع. خالد العبود الصحفي السوري حدثنا من ألمانيا عبر سكايب، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا، ختام هذه الحلقة من آخر الأسبوع. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني aher@orient-news.net. اقتراحاتكم وجميع طبعا رسائلكم للبرنامج عبر هذا البريد الإلكتروني. أنا أودعكم وألقاكم في نفس الموعد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. طبعا لا يوجد خيار آخر إلا للمواجهة مع تنظيم داعش. داعش يعني كما تعودنا أنه دائما يسعى لمواجهة الجيش السوري الحر، لا يتنازل عن المناطق بسهولة إطلاقا كما كان يحدث مع قوات اليبدي. كنا نشاهد داعش يتراجع ويترك يعني مئات عشرات القرى يغادرها دون. أعتقد أن النظام السوري مهد لهذا الاجتماع الأمني بالقول بأن القوات الكردية، قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، هي يعني مجموعات إرهابية، وبالتالي بذلك تفعل اتفاق أدنى الذي يعتبر أنه بإمكان تركيا أن تلاحق داخل الأراضي السورية أي مجموعات تعتبرها إرهابية، وبالتالي اتفق البلدان أو النظامان أو الحكومتان على ذلك. حتى قال المسؤول الإيراني نحن متفقين وقريبين من روسيا، ولكن هناك خلافات بيننا وبينهم، وهذا ما ظهر في تصريحات وزير الدفاع الإيراني دهقان. داخل المؤسسة العسكرية كما تعرفين كان هناك بعض الأجنحة المحسوبة على الكيان الموازي جماعة جولان، وحاولت أن تجرب شانسها في 15 من الشهر المنصرم، والآن عدنا إلى الأمور بشكل طبيعي على ما كانت عليه قبل 15 الشهر الماضي، وبذلك تقدمت القوات في جرابلس داخل الأراضي السورية. بعد الآن لا أتوقع أي مشكلة.